السلام عليكم ورحمة الله، أخوكم محمد من قناة كندا 902. الأسبوع الماضي حكوا معي راديو سي بي سي، اللي هو الراديو الوطني بكندا من تورونتو. بعد ساعتين ونص على التليفون قرروا أنهم يسجلوا قصة عن حياتي وتجربتي كلاجئ بالأردن وكيف جيت على كندا وشو أسباب بدء الثورة والأحداث بسوريا. فاليوم رايحين على استوديو سي بي سي بهاليفاكس لحتى نسجل الحلقة. دعونا. السلام عليكم. هاي وصلنا على الإذاعة وراح يجي الشخص اللي مفروض أقابله على المدخل وراح نبلش المقابلة. دعونا. الحمد لله بعد 6 ساعات من التسجيل هسه خلصنا التسجيل. طبعا صوت ما ضلش ولا لوزات ولا حلق ولا اي شيء. 6 ساعات من التسجيل متواصل. بدي اروح اكل وانام. سلام.